بعد خلاف طويل مع الشاعر طبعا سمير صبيح، وين وصلت اليوم بينكم الامور؟ بالعكس هو كان سوء فهم، ما كان خلاف. شنو سبب سوء فهم؟ اكيد تحياتنا له، استاذنا وحبيبنا شاعرنا الكبير ابو علي. شنو كان سبب سوء الفهم؟ هو كان سوء فهم، انت تعرف بس لا تاخذها على نفسك. المقدمين اكثر مقدمين البرامج يسووا مشاكل. فهو كان المقدمين برامج حتى يحصل على مشاهدات يسوى هاي، هو كان سوء فهم يعني واصل لغير شيء وانا واصل لغير شيء، كان اكو طرف بالنص يوصل لغير شيء ووصل لغير شيء. بس هو مقدم البرامج ينقل الخلاف، ما يفتع الخلاف يعني. انتوا اذا النفوس طيبه بينكم أكو ما يصير اكو يفعلون يعني. يعني ما اريد اسولف يمكن اكو يفعلون هواي. وحتى لا بالوسط الشعري انا اقول لك السوء فيهم كان من وسط الشعري، بس بعض المقدمين فعلوا كانوا يوصلوا له شيء يوصلوا له شيء، لكن الحمد لله وشكر. شلون حالي سمعت اكو قص للصلح؟ يبقى قصه، يبقى هو استاذ وشاعر كبير ومن القامات العراقيه الكبيره يعني سمير صبيح، تحياتنا له وعلوش الغالي. صار صلح؟ صار، لا الحمد لله. شلون قصه الصلح؟ هو بعد استاذنا مثل والدي. بالعكس استاذنا هو الغالي فتحة جبار رشيد، اكيد كان الاستاذ كريم دخيل وشعراءنا المبدعين، وصار اتصال انا وياه. بالعكس روحه كلش طيبه، نفسيته كريمه لابعد درجه، وكان له حتى مواقف جميله تنذكر بالمستشفى بالفاتحه مال المرحوم جبار رشيد. فنحل الموضوع ببساطه لابعد درجه، لان هو اصلا ما كان اكو موضوع. تأول زين، تأول هو يعني يمكن لقاء واحد من اللقاءات انه اعطيت رأي تفعل. هو بالعكس استقبلها بروح رياضية وكبيرة بعد.